سعيدة بلقائكم مشاهدينا الأعزاء مع بداية هذا الأسبوع وفي حلقة جديدة من برنامج قطر هذا المساء. في حلقتنا اليوم سنتناول موضوعا بالغ الأهمية، موضوع يخص المرأة القطرية، حيث وفي مبادرة مشتركة بين المجلس الأعلى للاتصالات والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سيتم ابتداء من شهر يناير القادم إطلاق برنامج خاص بالمرأة القطرية يوفر لها فرصة مجانية للتدريب على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. هذا البرنامج سنناقشه اليوم مع الأستاذة نورة المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والدكتورة غادة عمر فقي مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للاتصالات. من لديه الرغبة في المشاركة معنا فليتصل بنا على أرقام البرنامج التالية. في خطوة لتعزيز دور المرأة القطرية وتنمية مهاراتها الرقمية، بادر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مشروع محو الأمية الرقمية لدى النساء القطريات غير العاملات، مما يساعدهن في تربية أبنائهن وأداء أعمالهن وأيضا فتح آفاق ومجالات جديدة لهن لتنويع مصادر دخلهن. عن الموضوع يسعدنا اليوم استضافة الدكتورة غادة عمر فقي مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للاتصالات والأستاذة نورة المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. أهلا بكنا. شكرا. في البداية دكتورة غادة، نود أن نتحدث عن كيف جاءت فكرة هذا البرنامج، ما هو هذا البرنامج أو هذا المشروع ولأي فئة موجه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا لتعزيز الحياة وإثراء الحياة حياة الفرد وتنمية الدولة ولتطوير الدولة. نعم. اقتصاديا طبعا لجميع أفراد المجتمع، والمرأة تعتبر ركن أساسي فعلا جزء من كبير من ركان المجتمع. طبعا المجلس الأعلى للاتصالات يقوم بتقديم دورات مختلفة لتطوير الثقافة الإلكترونية، ليس فقط للمرأة، لجميع فئات المجتمع، سواء كان طلاب في المدارس أو المرأة العاملة أو الرجل العامل أو المتقاعد أو المرأة الغير عاملة اللي هي في البيت. الهدف من البرامج التدريبية هذه إن إحنا نتطور بحيث إن إحنا نكون باستطاعتنا ان احنا نواكب الحضاره التي طبعا يعني دوله قطر تخطط لها فعلا، يعني ضمن الرؤيه المستقبليه للدوله، ضمن الرؤيه محو الاميه الرقميه في دوله قطر. بادرتم بهذا المشروع وهو مشروع يعني كيف يعني موجه للنساء القطريات غير العاملات؟ المشروع كبدايه، هي اول مشروع طبعا احنا بنقوم فيه، وهو موجه للمراه الغير عامله لتطوير المهارات الإلكترونية. هي عبارة عن شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وهو يسعى إلى تدريب المرأة في استخدام الحاسوب بحيث أن هي تقدر أن هي تنمي مهاراتها في استخدام الحاسوب في مجالاتها اليومية أو في مساعدة أولادها في المنزل أو في تطوير وتنمية مهاراتها عبر استخدام الحاسوب. هو تخطيط ومبادرة مشتركة بين المجلس والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بين مجلس الاتصالات والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. أستاذة نور، لماذا اتجهتم لهذه الفئة؟ أكيد أنتم من خططتم يعني الاتجاه، المجلس يخطط بعض المشاريع وأنتم تختارون الفئة التي ستستفيد من هذا المشروع. اولا انا اشكرك على البرنامج اليوم، لانه فرصة للحديث عن برنامج في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نولي اهتمام كبير. خليني في البداية أذكر أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يتوجه إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، ويستهدف المرأة القطرية بمختلف الشرائح العمرية، سواء كانت المرأة عاملة أو غير عاملة.
فالبرنامج يعتبر مهم لأن الدولة مثل ما قالت الدكتورة غادة كلها تتوجه إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات. فبالنسبة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة احنا يهمنا المرأة تكون مستفيدة من هالمبادرات. فيمكن المجلس الأعلى للاتصالات يستهدف المرأة العاملة في أماكن أخرى، لكن احنا نحرص أن المرأة غير العاملة أيضا تستفيد من البرنامج وتعمل على تعزيز مهاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على استخدامها. نعم، خططتم هذا المشروع والبداية هل انطلقتم في إعداده دكتورة غدا؟ طبعا المجلس الأعلى للاتصالات يعني يتعاون مع جميع المؤسسات في الدولة لتقديم دورات تدريبية وبرامج تدريبية لتعزيز الثقافة الإلكترونية في الدولة. ومن أقوى العلاقات اللي احنا طبعا نقوم بها اللي هي مع المجلس الأعلى للأسرة، خاصة قسم المرأة، خاصة إذا استهدفت المرأة، خاصة إذا استهدف المرأة أو استهدفت فئات يتيح لنا فرصة تطويرها. أعتقد هاي يعني هاي فرصة بالنسبة لنا، إحنا هي فئة مستهدفة بالذات لأنه إحنا حابين إن إحنا نطور هذه الفئة بحيث إن هي تكون يعني عامل فعال في المجتمع. نعم، قادرة، هي فئة قادرة إن هي تكون عامل فعال في المجتمع، والتكنولوجيا من الأساليب اللي هي ممكن تفعل هذه القدرات. نعم، كانت لكم تجارب خاصة مع المرأة العاملة، لكن صعب استهداف المرأة الماكثة في البيت أستاذة نور. بدون شك. كيف تستقطبون مثلا هذه، مثلا احنا على الحين مثلا نقول ان هناك مشروع يعني لتلقين يعني الجهاز الحاسوب مش عارف او للنيل برخصة قيادة الحاسوب، يعني كيف تستخدمون هذه الفئة؟ كيف عن طريق الصحافة؟ احنا يعني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاتصالات عملنا على ان احنا نوجد حملة إعلامية شاملة على أساس ان احنا نصل للمرأة اللي في البيت. فكان في إعلانات بهالخصوص في الجرائد نشرت، وأنا اسمحي لي أتوجه بشكر جزيل للأخوات اللي استجابوا للإعلان وتواصلوا معنا وسجلوا أساميهم بالفعل من خلال الحضور إلى مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أو من خلال الاستفادة من إمكانية التسجيل من على الموقع الإلكتروني التابع للمجلس. سنحاول أن نبرز هذا الموقع يعني على الشاشة الآن. فالاستجابة تعتبر جيدة جدا. احنا مهم ان احنا نشرح للمرأة غير العاملة ماذا يمكن لهالبرنامج ان يعني يساعدها عليه. فمن المهم ان المرأة تدرك ان هي البرنامج يوفر لها فرص النمو والتطور الذاتي. البرنامج يساعد المرأة على التواصل والاتصال. البرنامج ايضا يعني التكنولوجيا المعلومات تساعد المرأة على انها تكون يعني تبعد عن او تغلق الفجوة بينها وبين ابنائها اللي صاروا حاليا يعني متخصصين الاطفال حاليا في مجال التكنولوجيا واستخدامها. فالمرأة والام بالذات يعني احنا نشجعها وندعوها انها تستفيد من هالمبادرة بحيث انها تكون تشارك ابنائها استخدام هذه يعني المهارة او في تطوير نفسها وفي مساعدة ابنائها. وفي نفس الوقت احنا نقول انها تحسن فرص المرأة في سوق العمل وتحسن ايضا فرصة المرأة الطالبة على انها تتطور وتنجح في مجالها. لنوضح الامور، هو برنامج لا يسمح للمرأة من الحصول مثلا على وظائف، لكن يعني لي. لا، هو ما له علاقة بالتوظيف، هو علاقة بأن احنا نعزز مهارات المرأة وقدراتها في سوق العمل سواء في أي مجال أو حتى إذا لم ترغب، يعني يعزز فرصتها في الحصول على المعلومات، في تطوير نفسها، في تعزيز تواصلها، في تعبيرها عن رأيها. فمن خلال وسيلة أصبحت حاليا من الوسائل الأساسية في التعبير عن الذات. يعني أول مبادرة بهذه الطريقة، وهل التكوين نظن مجاني يا دكتورة غدا؟ البرنامج طبعا